مرحبا بكم مرة أخرى متابعي ديوان اف ام. إذا معنا الآن السيد أنور جلاصي المدير الفني للجامعة التونسية للتايكواندو. أكيد رياضة التايكواندو في تونس الأيامات هذه نجم نقولوا تعيش في أيام حلوة برشا، خاصة بعد ما وصلنا بلاعبي اسمه خليل جندوبي للصدارة العالمية. دونك نبداو خطوة خطوة سي أنور، نحكيو أول حاجة اليوم على الجورني هذه على جائزة فاقس الكبرى للتايكواندو. تفضل. بارك الله فيكم على الاستضافة. أولا اليوم بدينا يعني المنافسات نتاع الموسم الرياضي في 2020 بعد سلسلة من التربصات والتحكيم والمدربين واللاعبين واستضافة لعديد من الوجوه وعديد من ليزيكروت اكسبير يعني على المستوى الدولي الكوريين وغير الكوريين، يعني الاستفادة من المنتخبات الجهوية والوطنية والكفة اللاعبين. اليوم انطلقنا يعني الانطلاقة كانت في مدينة صفاقس في بطولة الجائزة الكبرى، أكثر من 320 لاعب، أكثر من 40 يعني نادي، وكذلك يعني فيها ثمانية نوادي يعني من الشقيقة ليبيا. الأجواء ممتازة، المستوى الفني يعني كان ممتاز، وحتى المستوى التحكيمي يعني كان ممتاز. حبيت نعرج بسرعة يعني على الموسم الرياضي 2022-2023، هو موسم جديد إذا كان صح القول، يعني لأنه نستعمل في منظومة جديدة للأفيلياسيون للانخراط وللمشاركات وإلى آخره، يعني باش نقصوا أكثر تعب على المدربين. كذلك يعني منظومة تاع منافسات البطولة أو يعني الكأس هي منظومة جديدة وقعت اعتمادها وموافق عليها من طرف المدربين. قانون التحكيم كذلك يعني الدولي اللي يستعملوه بالواقع الإلكتروني يعني قانون جديد كذلك، يعني احنا في موسم جديد على عديد الواجهات. إن شاء الله ربي يوفقنا وننجحوا في المهمة هذه وربي يجيبنا بالسلامة إن شاء الله. ان شاء الله يعطيك الصحة. إذا نحكيو الآن تو شوية على خليل جندوبي، أكيد اللاعب هذايا يتألق من فترة إلى أخرى في تقريبا في التظاهرات العالمية الكل، ديما نلقاوها في البوديوم، دونك اليوم يلقى أخذ الصدارة العالمية. خلينا نقول النتيجة هذه ولا التتويج هذايا ما يجم يكون كان القاطرة اللوكوموتيف اللي تجبد أكثر الرياضة عند جان عند صغار، وحتى بالنسبة لكم أنتم كجامعة تونسية لرياضة التايكواندو أكيد باش تعطيكم دفع آخر حاجة أخرى يروج لرياضة التايكواندو كما تعمل أوس جبل مثلا في رياضة في التنس. نعم للعلم يعني رياضة التايكواندو هي ثانية من ناحية يعني عدد المنجزين بعد كرة القدم، يعني عندنا عدد كبير موزع على كامل الجمهورية، وهذا بيكون كان حافز لنا وبيبينيير كبيرة باش نجمو نخرجوا يعني أبطال كبار. احنا كنا دنيرمون في صوفيا في بطولة العالم الصغر والحواس، حصلنا على ميداليتين يعني في البطولة هذه. نرجع لخليل. خليل هو الأول يعني على المستوى العالمي في التصنيف الأولمبي والثالث على المستوى الدولي، يعني ما سبقوا لها حتى لاعب يعني على المستوى العربي أو المستوى الأفريقي وصل لها حتى بعد يعني المستوى الأولمبي. يعني هذا اكسبوا كبير يكون لنا ديما حافز باش نخدموا اكثر باش نحافظوا على النتيجه هذه. ان شاء الله خليل يترشح للالعاب الاولمبيه بالرانكينج بدون المرور يعني بالمنافسات او بالتاهل للالعاب الاولمبيه. خليل 2022 يعني على البوديوم، مراتب اولى في بطولات افريقيا في دورات دوليه، مراتب مشرفه و يعني ميداليات في لي جران بري روما، في جران بري مانشستر، في جران بري فرنسا، يعني في دورات دوليه يعني دائما فوق البوديوم. الناس ولا تقرا لنا حسابنا برشا، مش خليل فقط، يعني انا كان خليل لانه خليل هو اللي كما قلت انت اللوكوموتيف، يعني عندنا عديد اللاعبين الاخرين على غرار فراس جاتوسي اللي تحصل على المرتبه الثامنه على المستوى الاولمبي كذلك يعني في وزن 80 كيلوغرام، عندنا لاعبين اخرين يعني قادمين على مهل. احنا قدمنا يعني جبنا ديزاتليت يعني من الجونيور وطلعوا للسينيور
وان شاء الله تشوفوهم في قادم الايام وقادم السنوات. لاعبات كذلك يعني عندهم من الخبره يعني ما يأهلهم باش يكونوا يعني على البوديوم، غير شيبه التومي كرام الداري، والان يعني عندنا البطله عهود بالعهود اللي كانت دانييرمون في بطوله افريقيا الحصر على المرتبه الثانيه. يعني الخدمه اللي قاعد يخدم فيها ستاف تكنيك، على فكره يعني ستاف تكنيك كله تونسي، ستاف تكنيك كله كان اعضاء في المنتخب الوطني، ستاف تكنيك كله دي جون، ستاف تكنيك كله يعني يخدم كولابوراسيون توتال مع الجامعه التونسيه تايكوندو مع الاداره الفنيه. يعني الامبيونس نتاعنا ممتازه، ناس قاعده تخدم اساتذه يعني متخرجين يعني من اعلى طراز، ناس عندهم من الخبره وعندهم ابطال عام يعني ممتازين، وفيهم حتى يعني دكاتره يعني في البريباراسيون فيزيك وفي الكينيه كذلك. يعني الاجواء مهيئه للنتائج الممتازه ان شاء الله بحول الله. احنا كنا مع خليل في 2018 تحصل على ميداليه اولمبيه في الالعاب الاولمبيه للشباب، وفي طوكيو تحصل على ميداليه فضيه. ان شاء الله 2024 سيعزف النشيد الرسمي ان شاء الله في باريس ان شاء الله. باريس الشانس الجاي ان شاء الله بالنسبه لعناصرنا الوطنيه سيانو. المنتخب الوطني اليوم يكمل يعني تربص نتاعو الداخلي في منطقه الحمامات، باش ينتقل يعني يمشي ديريكتومون غدوه ان شاء الله، يسافر للمكسيك لغوادالاخارا بالتحديد للمشاركه في بطوله العالم اكابر. ان شاء الله ربي يجيبنا بالصواب. اللاعبين خمسه لاعبين على راسهم البطل الاولمبي محمد خليل جندوبي، وفراس كاتوسي في وزن 80 كيلوغرام، عندنا ياسين في وزن 63 كيلوغرام، ولاعبتين يعني شيماء التومي وعهود بن عون في وزن 57 كيلوغرام و 49 كيلوغرام. عندك مضيف سيارة؟ نحب نشكر الناس كل اللي قاعدة تخدم. رسالتي للعائلة التايكواندو، التايكواندو ليس حكر على لاعب فقط أو ليس حكر على مدرب فقط، والتايكواندو زاد يعني ماهوش بتاع أنور جلاسي أو بتاع محمد خلاب سيد الرئيس أو بتاع أي شخص، التايكواندو بتاعنا الكل. ما نجمو ننجحو الا ما يكون بنحط ايدينا في ايدينا بعضنا. انا يدي ممدوده للناس الكل، رئيس الجامعه كذلك، نحاول نتخطوا بعض الصعاب اللي في بعض الاحيان او في معظم الاحيان تكون خارجه عن نطاقنا، اهمها الصعوبات يعني الماديه، الصعوبات في بعض الاحيان اللوجستيه، في بعض الاحيان يعني صعوبات يعني في الكوميونيكاسيون. نجموا نلقاو دي تيرا دونتونت مع الناس الكل ونحط ايدينا في ايدينا بعضنا، وان شاء الله التايكوندو التونسي للامان. شكرا لك. صح، شكرا لك سيد انور الجاسي المدير الفني للجامعه التونسيه للتايكوندو، وان شاء الله الحوار الجاي علاش لا يكون موشح بالميداليات بعد بطوله العالم ان شاء الله. بارك الله فيك. صح.